كل شيء ننجزه يصبح مخزنا في حواسيب وخوادم بما فيها هذه الحلقة التي نطل فيها الآن عليكم. عالم البيانات والداتا عالم كبير وفيه إشكاليات تتعلق بالحماية والخصوصية والأمن. لنتابع. تطرح حادثة فقدان جامعة كيوتو اليابانية العريقة 77 تيرابايت من بيانات أبحاثها مسألة الداتا وطرق حفظها. صحيح أن تخزين البيانات على الخوادم أو ما يعرف بالسيرفرز مسألة إيجابية تكمن في تخفيض حجم الأوراق والمساحات التي كانت توضب فيها الوثائق، إلا أن خطورتها تكمن في إمكانية اختراقها واستعمالها لغايات أخرى في غير موضعها الأساسي كسرقة المحتوى والبيانات وانتهاك الخصوصية الشخصية للأفراد والمؤسسات، سواء نتج ذلك عن خطأ بشري أو تقني. وشهدت نظم حفظ المعلومات في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، فأصبحنا نحمل كتباً إلكترونية ونضع مستندات على شرائح مصغرة للذاكرة أو الفلاش ميموري ونسجل عليها بياناتنا الشخصية. ولكن هل فعلاً نعرف أين وكيف تحفظ هذه المعلومات؟ تقول الأرقام إن حجم المعلومات سيبلغ عام 2025 175 زيتا بايت. بهذا الحجم تستطيع تطويق كل مساحة كوكب الأرض ب 222 قرصاً مدمجاً، ولكم أن تتخيلوا حجم ذلك. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نستضيف الباحث في مجال تحليل البيانات بجامعة سوديتون السويدية دكتور والد السقاف أو وليد السقاف. صباح الخير أستاذ وليد. صباح الخير. ذكر التقرير أن حجم المعلومات المخزنة في العالم سيبلغ 175 زيتا بايت، يعني برأيك إلى أي مدى يعتبر هذا الرقم ضخم؟ الحقيقة هذا ضخم بمقياس الماضي، ولكن في الوقت الراهن البيانات حجمها فعلا هائل ويزيد اضطراريا. لو تخيلنا مثلا أن في العامين السابقين فقط تم جمع بيانات يوازي أو يزيد عن ما جمعته البشرية منذ بدايتها، وهذا يعني أن التزايد اضطراري. وأرى أن هذا الرقم الذي تتحدثين عنه سيكون في يوم ما صغيرا إذا رأينا الازدياد الاضطراري في المستقبل، وجزء كبير يرتبط بحياتنا اليومية التي اعتمدت الآن وتعتمد على التواصل الإلكتروني، وذلك من خلال ممارسة اليومية ومن استخدام الأجهزة التي هي أيضا مرتبطة على الإنترنت، فهنالك المزيد من ذلك متوقعا مستقبلا. نعم دكتور، يعني إلى أي مدى تعتبر الخوادم ونظم حفظ البيانات آمنة ضد الاختراقات فضلا عن يعني الضياع؟ سؤال ممتاز. مع الأسف مع تطور الإنترنت عادت التكنولوجيا باستخدام ما يسمى المركزية في حفظ البيانات، وهذا يعني أن الأمن والأمان المرتبط بالبيانات يرتبط بمن يقوم بحفظها وكيف يتم حفظها. فبالتالي النقطة الأضعف التي تبينت من خلال الأبحاث هي الإنسان، وعدم مقدرة الإنسان أو الأشخاص المعنيين بحفظ هذه البيانات، لا سيما كان ذلك في مستوى على مستوى الجامعات مثل ما تم في الجامعة اليابانية، وكذلك على مستوى الشركات والمؤسسات الحكومية وغيرها. إن كان حفظ البيانات يتم على خوادم مركزية، فإذا لم تقم هذه الخوادم بتوزيع البيانات وحفظها وتأمينها بالطريقة الأمثل والمعرفة الكاملة بوجود أو التأكد من وجود فلنقل ما يسمى بباك اب أو نسخ احتياطية، فهذا قد يؤدي إلى كارثة إن تم تعرض هذه البيانات إلى اختراق أو ضياع من نوع ما. دكتور وليد، أبعد من موضوع الاختراق، ماذا عن المحفوظات التراثية والأرشيفات الوطنية وذاكرة الشعوب؟ كيف يمكن أن لا تكون معرضة لخطر الاختفاء الفوري؟ وما هي برأيك الخطط البديلة للحفظ؟
سؤال ممتاز، وقد تبين الكثير من الأفراد الذين قاموا بالبحث في مواضيع الإنترنت والحفظ البيانات أن أهم ما يمكن أن تقوم به البشرية الآن هو توزيع البيانات في أكثر مكان وبطريقة آمنة ومشفرة، وكذلك تستطيع التنسيق فيما بينها بحفظ هذه البيانات في مناطق عدة. فبالتالي هنالك حلول، من بين تلك الحلول ما يسمى ببلوكشين التي بدأتها تكنولوجيا بيتكوين، من بينها مثلا طرق توزيع البيانات عبر القارات وعبر المساحات الشاسعة، ولكن بطريقة آمنة تجعل النسخ متوازية متطابقة، لأنه في إذا تم تغيير نسخة ما فهذا معناه أن هنالك خلل. فبالتالي هذه النظم هي ما أرى أنها المستقبل، ويتاح لنا اليوم توزيع البيانات بشكل كبير. كما تعرفون أن سرعة الاتصالات تزيد أيضا، وبالمناسبة اليابان أيضا ولو كانت هي محور القصة الأولى المؤسفة لضياع البيانات هي من يقوم بريادة المجال في سرعة البيانات، فسرعة نقل البيانات التي وصلت إلى ما يتجاوز 300 تيرا بايت في الثانية الواحدة وتيرا بايت في الثانية الواحدة، وهذا ضعف ما تم التوصل إليه مسبقا. فبالتالي سرعة وصول البيانات إلى المراكز المختلفة سيعني أن هنالك إمكانية لحل المشكلة بتوزيع طريقة تخزين البيانات. نعم، تحدثت عن اليابان على أنها رائدة ربما في هذا المجال. في المنطقة العربية كيف يمكن حماية البيانات والوثائق المهمة من الضياع؟ لا بد من إجراء عمل فحص أو فلنقول فحص طريقة حفظ البيانات وتأهيل الأفراد الذين يقومون بحفظها. كثير من الأحيان لا يتم تسخير الإمكانيات لتأهيل الأفراد القائمين على هذه البيانات، وهذا يؤدي إلى نقاط ضعف، منها مثلا أن تتلف أو يتم عدم تحديث بعض البيانات والبرامج البرمجيات التي تقوم بنسخ النسخ الاحتياطية، ومما يسبب أيضا بتلف هذه البيانات. وأحيانا قد لا يكون سبب إنسان، ولكن هنالك عدد من البرمجيات لم يتم تحديثها، واكتشف أخيرا عدد من الثغرات الأمنية في بعض البرامج البرمجيات التي أدت إلى خروقات كبيرة. بالتالي تحديث البيانات والبرمجيات، تأهيل الأفراد، منح الإمكانيات لهذه المؤسسات بأن تقوم بحماية نفسها من هذه الاختراقات أو الإشكالية. دكتور وليد، على صعيد فردي كيف يمكننا أن نحمي بياناتنا الشخصية على الإنترنت؟ جميل، وهذا سؤال يراودني دائما، وأول نصيحة لي أن لا تقوم بوضع بيانات لا تستطيع حمايتها. هذا أول نصيحة لي، لأن كثير من الأشخاص يعتقد أنه بمجرد وضعه على إيميل فلنقل أو على ما يسمى جوجل درايف فالبيانات محفوظة. ليس كذلك، لا تقوم بحفظ بيانات الحساسة على الإنترنت إطلاقاً، هذه النقطة الأولى. إن كان لابد أن تحفظها، لابد أن تقوم بتشفيرها بطريقة لا يمكن كسر التشفير بسهولة، وهذا يعني استخدام برمجية متفوقة في مجال تشفير البيانات. وثالثاً، عليك دائماً عمل نسخ احتياطية. كثير من الأحيان ننسى أن نقوم بعمل نسخ، وهذا كما ترون في حالة الجامعة اليابانية النسخة الاحتياطية نفسها ضاعت فلم تكن لديه نسخ أخرى. فهذه ثلاث نصائح في وقت الوجيز الذي أستطيع نقدمه. الباحث في مجال تحليل البيانات بجامعة سوديتون السويدية دكتور وليد السقاف، شكراً لك.